Hi, welcome to the Word of the Day series. مرحبا بكم في سلسلة كل يوم كلمة جديدة، وهي سلسلة تساعدك على تحسين رصيدك اللغوي في اللغة الإنجليزية. وكلمة اليوم هي beholden. beholden. ومرادفها في اللغة الإنجليزية هو grateful. grateful. thankful. thankful. indebted. indebted. obliged. obliged. أما مقابلها في اللغة العربية فهو ممتن أو مدين، أو أن تشعر بضرورة تقديم خدمة ما في المقابل. For example, I don't like to be beholden to anybody. I don't like to be beholden to anybody. لا أحب أن أشعر بالامتنان لأي شخص. لا أحب أن أشعر بالامتنان لأي شخص. I'm beholden to my friends. They saved my life. I'm beholden to my friends. They saved my life. أنا ممتن لأصدقائي فقد أنقذوا حياتي. وعكسها في اللغة الإنجليزية هو ungrateful. ungrateful. unindebted. unindebted. unthankful. unthankful. unbound. unbound. إذا أعجبتك هذه السلسلة لا تنسى الضغط على سر الإعجاب والاشتراك في القناة. أراكم في الحلقة القادمة.